ايش نعمل هني؟ دوار تعب هني. هادي حال، هانا نستنوا في الكار، ايش نعمل؟ عناش حلاف، هانا نستنوا في الكار. نستنوا الناس كل. اما تعرف حاجة؟ راهو اللي مركبش في الكار، ما يعرفش الدنيا ايش فيها. بالله. بس تحيه، اي نعم. ما انت خبرة في الكار. شنو خبرة؟ مستانس. قال له مستر عمري كون معديه في الكار، قال له خبرة. اما توخر ياسر بصراحة، مرض. توخر ياسر؟ هي بنة الكار فك الروتار نتاعها. تمي كلمة، ولا بالحق. قريت عارفك في برك حاجات بالخص عاد تلقاه الناس كليكة ملمومة في المحطة وناس كل واقفة يودي تقول عليهم أصل في رمضان يستنوا في شقان الفطر يودي فيها جو خالي عاد يظل فكر كذي تهز فيك وتنفض عالم آخرك الكهرباء جو معناتها تهز فيها وتنفض الجو جو هذي الكهرباء فيها جو شبيك راهي الكار فيها برك حاجات ياما ناس صاحبت في الكار وياما ناس تعارفت في الكار وياما قصص حب صارت في الكار تعرف أنا الامرأة متاعي تعرفت عليها في كار 6 و4 بالله هاي قام تلي على النبي عاد تو جبت منها 2 بنيات هاي واحدة زينة وواحدة عزيزة سميتهم زينة وعزيزة هاي مالا وش بيك الكار يتعمل لك كتاف وتعرفك على عبيد وتعرفك على البوليسية وتقضي لك حتى شوارك راهو أما فيها السرقة ياسر الحق أوه يا وذني يا هذه السرقة في البلاد كليك السرقة هنا طولت حطني تقول لها تسرق زايد حكاية فارغ